بقول لحضرتك، لو انا يعني لو حد حاطط حسابه في بنك، المفروض ان هو بنك اسلامي يعني، وحساب استثماري، وبعد كده يعني لما حس بالحرمانيه او كده نقله حساب جاري، فهل انا يعني ما نعرفش اصل المبلغ اللي هو زاد او كده اثناء الحساب الاستثماري، فايه اللي يعني نحترمه ازاي او كده، وهل حرام؟ بالتقريب عندنا شيء اسمه التقريب، اسمه التقريب، نقرب الشيء، نقرب الشيء، يعني وشيء آخر اسمه الاحتياط، اه في الاحتياط وفي التقريب. الله يعني يسلمك. لابد ان احنا نتخلص، نحاول نقرب الفلوس دي يعني، نتخلص منها. أيوة، قربوها وتخلصوا منها. نعم.